بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. اليوم عندنا تدبيرة ووصفة. أنا ولا انتبهتوا لي في الوصفات اللي جازوا، كنت نوريكم الدرسة اللي كنت خدمتها وخبيتها. يكون دوق رانا في وقت التوم. أنا هذا هو الوقت تاعي اللي نخبي التوم تاعي، تشد لي مدة عام حتى تلحق التوم تخرج واحدة أخرى والتوم تقعد مازالت عندي. نشري التوم، راهي رخيصة على كل حال، ماهيش غالية، هاي 10,000 وقيلة. نشري التوم هاي ليك ونقيها، بيان سور كي نقيها نلبس لي غون. تشد لي عشية كامل ولا نقي فيها، وشنو نشري بزيادة، وماشي على مرة، على مرتين ولا ثلاثة، ما نقدرش نديرها كامل على مرة بزاف. وش عندنا في التدبيرة؟ عندنا توم، ملح، وزيت، وفلفل قرون. هاوليك الفلفل قرون ديالنا. فلفل قرون هذا واش درت له؟ غليته، حليته قبل، هاوليك حليته، غليته التغليه الاولى، رميت الماء، عاودت له التغليه الثانيه وخليته فيها باش يقعد رطب. نديرو التدبيره تاعنا هي الاولى كيفاش نخزنو الثوم، ومن بعد نولو للشطيطحه تاع الدجاج اللي هي الطبخه اللي راح نديروها اليوم. كما تعرفوا كامل تنقوا الثوم، ماشي حاجه يعني واعره. انا ننحي الثوم تاعي في الاشواغ، نديرو كامل في الاشواغ. انا اشواغ هذا تاعي كبير، واللي ما عندوش اشواغ يقدر ينحيه بالبغا. ننحي الثوم ونوري لكم كيفاش نكمل لا سويت ديالو. هكذا نحيتو الرحيه الاولى او قاعدكم كاسي، اللي يحبوه هكذا يقدر اللي يحبوه هكذا يقدر يخبيه هكذا. انا ما نحبوش هكذا، ما نكذبش عليكم. ندير له الملح في هذه، ندير له مغيفه تاع القهوه، ما يخفلكمش بلي الملح ماده حافظه. وزيد ندير له الزيت في هذه، ندير له قيس زوج مغارف لاني راح نزيد ندير له من بعد باش يولي لي فريمون رطب، ونعاود نرحيه. شوفوا كي عاود درت له الملح والزيت كيفاش ولا لي، ولا لي كوم اون كريم. هاوليك انا واش ندير؟ نشري هاد لي بواط عم يتباعوا، نشريهم نغسلهم ننظفهم هكذا باش كي هادي تشد لي نقولوا 15 يوم. نشري باش كي هكذا اشاك فوا نجبد، وهادو نزيد نصيبهم العام الماجي. هذا توم اللي رحيتو هكذا نديرو في الباطا. هادي معايا هادي تقدر تشد لي حتى ل 15 يوم، 20 يوم، سا ديبون. في الشتاء نقدر نكونسومي بزاف الثوم. هاي ليك ندير لها هكذا. واش ندير لها هنا؟ ندير لها الزيت، لازم نغطيها بالزيت باسكو نهار نعول نجبدها هاد الزيت تزيد تقساح. الوغ في الطياب ما نستعملش الزيت، هذا الزيت ديال الثوم نطيب به. نحيهم كامل بجيه ونزيد نوريكم كيفاش نخدم الدرسه في الفلقرون. الثوم في الفلقرون قالي تزيد نصيبها ونطيب بها. كملت الثوم تاعي الاولى اللي درتها سامبل غير بالزيت والملح، ونوريكم تاع الدرسه كيفاش نديرها. ناخذ الثوم تاعي نفس الشيء، زيد نفرغها في الاشواق ديالي هكذا، ونحي فلفل قرون اللي كنت شمختو. هذيك هذا وراه طب هكذا يكون سخونه مش قاصح. اللي يحبوا بالزريعه يديروا بالزريعه، اللي ما يحبوش بالزريعه ما يديروش. ديروا كيلة بكيلة، في كيلة فلفل قرون كيلة ثوم، اللي عنده ميزان يوزن. نفس الشيء ندير له الثوم الزيت والملح، الماء اللي فيه يعاونو، هو داك الماء السخون هذاك يعاونو باش كي نخلي شويه باش نطيب الشطيطحه تاعي.
هكذا ندير له الملح، هذا ندير له الملح من الاول باش يعاونوا باش يتنحى، غير فاتع القهوه ما كثرتش. نزيد ندير له الزيت، ونرحيه ونوريه لكم. فوالا شوفوا الدرسه شحال شابه ما شاء الله. هايلك كاين حتى وين نديرها بهذاك الفلفل الحلوه الاحمر ويتباع يجي وقتو. هاوليك هذاك الحلو ثاني كنديرها به اللي ما يحبش الحار، فريمون تخرج بنينه. هاي الدرسه تاعنا نفس الشيء، نديرها في بلاله نغطيها بالزيت وكي نسحق. انا هادي تشد لي حتى لشهرين، باطا هاديه تشد لي حتى لشهرين. الثوم العادي والثوم بالدرسه ماشي كيف كيف، الثوم بالدرسه قاصح بزاف. ندير لها الزيت هكذا، نغلقها. وكاينه حاجه ننبهكم ليها، من جميع حاجه ديروها في فريغو في كونجيلاتور هكذا حاجه تاع الثوم، شوفوا انا واش ندير لها. بابي فيلم لما يخفلكمش بلي الثوم قاصح بزاف، الوغ ريحتو واش نقولكم، واش تحطي في الفريجيدار يفوح. نشد البابي فيلم ندير له هكذا ونلويها عليه زوج خطرات حتى لثلاثه، نضمن بلي ريحه الثوم ما تخرجليش. هايلك هذه هي تدبيره اليوم، ان شاء الله نكون فدتكم. على كل حال هذه تاع جدودنا تاع امهاتنا، هما اللي كانوا يخزنوه ويخبوه، انا طورت فيها في الحقيقه، طورت في حوايج بزاف. الدرسه هذه ما كانوش يخدموها، وما يخدموا الثوم وحده هكذا يخبيوه، هذه كوتي تاع مامي غير نهضر، كوتي تاع يما. حنا في العاصمه هنا الدرسه اللي مالفين نديروها هكذا، نحطو دكوتي ونوريكم كيفاش نديرو الشطيطحه تاع الدجاج. كملنا مع الدراسي تاعنا والتدبيره تاعنا اللي وريتها لكم، ودوق نوريكم كيفاش نديرو الشطيطحه دجاج تاعنا. واش عندنا في هذه الوصفه؟ عندي طرفات تاع الدجاج مغسولين هنيك ومنقيين. هنا عندي 4 بير 2 بير بلوتو 2 بير دو تاع الفخاط هامليك مغسولين، وعندي فلفل كرون والثوم. فلفل كرون كنت فهمت لكم كيفاش خدمتو، ما لازمش تكون بزاف الثوم باسكو الثوم صافي با دير كي شطيت حاجه تجيب الثوم نكثروا الثوم، لازم تلت سنات هكذا كبر ما نزيدش سينو تجينا زفره. نولو لي زيبيس، واش عندنا في لي زيبيس؟ عندنا العكري كويغا سوب، كبابه هي الاصل تاع الشطاطح، كمون، فلفل كحل، الملح والقرفه، قرصه تاع السكر وين تكون حاجه حمراء دو بريفيرونس نديرو قرصه تاع السكر. عندي مغرفه تاع السمن، الزيت، حميصه عينكم هي ميزانكم، طوماطيش كونسونطري. قبل ما نبدا ندير الدرسه تاعي نفهم لكم الحميصه انا كيفاش نطيبها. ندير الكاس تاعي تاع الحميصه، ندير له نص حبه تاع مالق الدجاج، انا هذه هي طريقتي في الطبخ، وندير له الماء نحطها تطيب باش نمرق بها هذيك الشطيطحه تاعي. نحطها على نار ونخليها تبدا تغلي، فيها الحميصه يدخل لها الطياب وتجي بنينه، اونطرو طون هذا الماء نمرق به الشطيطحه ديالي. حطيتها على نار. بون انا تعمدت نوريكم المهرس، خدمت الدرسه بالاشوار، واللي يحب يخدمها بالاشوار المهرس تاع زمان، واللي يحب يخدمها بالاشوار يخدمها، انا نخدمها في المهرز ما نكذبش عليكم، حتى في داري سير ليام نحب الماكله تاع المهرز. واش ندير هنا؟ سبحان الله عنده بنا ما علاش، ولا كي تربينا عليه ولا كي نضل عليه. فلفل كرون تاعي، الثوم، العكري،
لي زيبيس تاعي كامل نديرهم اون ميم طون. الملح، الكبابه وما نكتروش على راس المغرفه، الكبابه والقرفه، الكمون نفس الشيء كيما الكبابه على راس المغرفه، فلفل كحل، ندرسهم ونوريكم كيفاش نحبس. انا نحبس لا فيديو على جال الصوت تاع المهراز، ندرسهم ونوريكم كيفاش ولات الدرسه تاعي. هاي ليك الدرسه تاعي، شوفوا كيف خرجت ما شاء الله هكذا. ثوما الدرسه هذه اللي حكيت عليها اللي خدمتها بالفلفل قرون، كي تحبوا ديروا الشطيطه تاعكم لسان ولا واش حبيتوا ولا دجاج ولا نحي مغرفه من هذه نديرها لي زيبيس تاعها، طيب بها عادي، نديرها لي زيبيس كيما درت هنا طيب بها عادي، ما ندير ثوم ما ندير فلفل قرون، ديجا راهم واجدين. ها واش حبيت نقول لكم بلي تربحوا الوقت كي تخدموا الدرسه من قبل. هنا في الطاجين تاعي ندير مغرفتي تاع السمن، نزيد شويه تاع الزيت، يختلفوا الشطاطح يحبوا ليدام. الدجاج تاعي هذاك اللي غسلته كاينه استوس باش ما يسقلكمش في الطاجين كي يكون يتقلى، ابان برك رشوه بالملح ابان برك، ونحطو الطاجين تاعي. ما نبالكم الدجاج كي يبدا يطيب ينقص بالنص، نحمره شويه في اليدام تاعو باش نديرو الدرسه تاعو. الطوماطيش هذه اللي قلت لكم عليها ولا انتبهتوا انا ما نديرش البصل في الشطيطه دجاج، ندير غير الثوم. الطوماطيش اللي قلت لكم عليها دوك انا واش ندير، عيني هي ميزاني، بالك نسحقها كامل بالك نسحق النص، كيما على بالكم ما عندناش طوماطيش كونسونطري لي 100% مليحه. هذيك الطوماطيش ندير لها المغرفه تاعي القرصه تاعي تاع السكر العادي، خلي الدجاج تاعي يتقلى، حميصه تاعي راه يطيب ونوريكم قبل ما ندير الدرسه فيه. هكذا وتقلى هنا، شوفوا المريك الخوف، شوفوا سبحان الله، شوفوا علاش هاد الطواجن تبعهم انا في الطياب ما تمرقيش فيهم بزاف، مرقتهم منهم اليوم. شوفوا كي يديروا الملح لاكو ما تلصقش، ها شوفوا والله بسم الله. في هذه المرحلة ندير الدرسة تاعي، ندير الدرسة تاعي ونقلبهم بلا عقل. شوفوا سبحان الله شحال تلقط لاصوص، نمشي الدرسة تاعي كامل. طوماطيش نحي لا موتي تاعها، ديرها في هذيك الدرسة، ندير لها المغرفة تاعي هذيك القرصة بليتو تاع السكر، نحلها شوية ما دافي، نخليها تجي حتى تتقلى بالدرسة، ندخل لها كامل الدرسة تاعها وهي تتقلى هكذا. نغطيها ونزيد نخليها زيت تقلى ونوريكم كيفاش نمرقها. شوفوا هاي ليك تقلات مدة 10 دقائق،
شوفوا كيفاش طرقت، شوفوا الدرسه كيفاش طرقت عليها كامل. نقدر انا بهاد الدرسه نطيب الشطيطه تاعي بهاد على نار قليله حتى وين تطلق كامل المرقه تاعها. صحيكم على بالكم يحبوا بزاف يغمسوا يحبوا المراقي المرقوعه. هذيك الحميصه تاعي اللي كنت درتها من قبل هذيك المرق فيها، وما يخسركمش بلي هاد الطواجن ما يحبوش الماء بارد، لازم لهم الماء سخون. هايليك هكذا، كان ما ديروش الماء سخون يترطبوا. نزيد ندير الطوماطيش تاعي، ندير لها هاد الطوماطيش ونشوف ولا ما خصتنيش ما نزيد لهاش، ولا خصتني نزيد لها هذيك اللي قاعده. شل المهرز تاعي، خليها طيب تتجمر، ونوريكم قبل ما نطفيلها من فوق النار. هاي الشطيطة تاعنا طابت ما شاء الله، هاي ليك شوفوا الله يبارك، طابت على وجه واحد، مرقة وحدة ما زدت لها لا تمريق لا طوماطيش لا والو، طابت غير على نار قليلة. قلت لكم انا طيابي كامل على نار قليلة، شاهدكم بالجنة. نقول لكم ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة، ونتلاقاو مع وصفة واحدة اخرى. مع السلامة.